في يد غريبة داخلة لحتى تشوه هيدا الدين. مين بدك رئيس جمهورية؟ لكن ما فينا نقول، إذا قلت لك مين بدي رئيس جمهورية بكون عم بكون مصطف. ما بدي يكون مصطف. أنا بقول في كتار بيستاهلوا يكونوا رؤساء جمهورية اليوم موجودين عنا بالبلد، والمناسب لهيدا لهيدا المنصب بتمنى له التوفيق وإن شاء الله بيوصل. بس أمنيتي إنه هالمرة يكون القرار من عنا، لأنه لبناني. لا مش لأنه لبناني، لأنه وعوه، عم بحكي مع السياسية، وعوه وفهمه وانتبهوا إنه الخارج مش فاضيلنا ومش وقتنا هلا، هلا ملتهيين بأمور أكبر بكتير من اللي نحن عم نعيشها بلبنان. وإذا بتلاحظوا إنه في فترة، لما يكون في فترة هدوء عنا يعني بيكون في مرحلة مرحلة قلة اهتمام، مرحلة قلة الاهتمام بهذا البلد. هلا مهتمين أكثر بأمور العراق وأمور إيران وأمور وفي فلسطين هلا كمان ولعت، يعني إن شاء الله يا رب الله يفرج عن أهلنا بغزة وتكون هالانتفاضة هيدي الأخيرة. يعني نحن عينينا والشعب الفلسطيني عم بيعاني، وهلا الشعب العراقي عم بيعاني، واجينا يعني اجينا مؤخرا داعش هلا كمان. كان ناقصنا يعني هيدي الهجمه المسيئه لديننا الاسلامي. والله يستر الاتي اعظم. فمشان هيك عم اقول يا ريت هاللبنانيين الزعماء يتفقوا هون ويكون اللقاء بالبطرة عنا عند البطرك، لانه انا من الناس اللي معجب جدا بفكره برؤيته بكلامه. وتكون المصالحة والمصالحة